شبكات على شبكات الصرف الرئيسيه فتتحل المشكله. طيب من الناحيه القانونيه ما هي ابرز المشاكل اللي بيتعرض لها المستثمر العقاري او المشتري؟ المستثمر العقاري ولا المشتري؟ الاثنين. لو برأنا بالمستثمر العقاري هنلاقيها جزء من الاجراءات خصوصا التراخيص. وهل دي فيها صعوبه؟ يعني كيف يمكن تذليلها؟ تم تذليلها بالفعل مع قانون الاستثمار الجديد مع بعض التعديلات في نظام الشباك الواحد برضه تبع قانون الاستثمار الجديد، مع ان الشغل دلوقتي بقى كله بالمزايده العلنيه، ما بقاش في تخصيص مباشر. فاصبح ما عندوش قلق ان التخصيص يتسحب منه. وهل القانون الاستثمار بيطبق فعلا في على مستوى الواقع؟ بيطبق، ابتدى يعني ابتدى يطبق. حضرتك من تجربتك شايف انه في ايه ثغراته وايه دفوهاته وايه اللي يجب ان لا ثغراته ودفوهاته مش هتبان دلوقتي لانه لسه جديد. انما هو فعليا دلوقتي يعني عامل معامل امان عند المستثمرين ان في نظام بقوا ماشيين عليه وعارفين انه مش هيتغير. طيب يعني المدن الجديده دي زي التجمع وزي هنا وزي هنا، انت شايف بعد انشاء العاصمه الاداريه الجديده هل نحن في حاجه لمثل هذه المدن مره اخرى؟ طبعا. ليه؟ عشان انت طول عمرك عايش على مساحه صغيره من ارض مصر. النهارده المساحه دي بتكبر، كل ما بتكبر الخدمات بتزيد. والمواطنين بيلاقوا اماكن ثانيه ينقلوا فيها، التكدس بيقل. وكل مكان دي يعني العاصمه الاداريه. فانت معناها ان من هنا من القاهره للعاصمه الاداريه ده هيتعمر. ومن المكان اللي بعد العاصمه الاداريه للعاصمه الاداريه هيتعمر. فكل ده عمران. طيب ارتفاع اسعار الاراضي مش ده يعوق؟ لا يعني في قفزه في ارتفاع اسعار الاراضي ما يعوقش المواطن حتى العادي اللي عايز يعمل بيت، اللي عايز يعمل مشروع صغير، ولا انت شايف ده طبيعي الاسعار دي؟ هو طبيعي الاسعار. طب الاستثمار العقاري الان يعني سوقه فيها رواج ولا فيها؟ طبعا الاستثمار العقاري مع انه في مليون شقه وشويه مقفولين مثلا. في حاجه فرق بين مقفول شقه مقفوله مش مستخدمه، وفرق بين ان هو هيتوقف او هيبقى فيه كساد. لا هو الكساد ده انا اعتقد انه ده بيبقى مرحلي نتيجه اختلاف الناس او اختلاف الانشطه. انما عموما الاستثمار العقاري عمره ما هيتوقف، لان انت دايما في حاجه للاستثمار العقاري.